لأننا في صياغتنا للمناهج التربوية لا نسوقها وفق مقاربة تنموية، ليس بمقدور التلميذ من الابتدائي وحتى الجامع أن يعرف ما مدى تأثير ما يدرسه على تنمية البلد عموما وعلى مستقبله هو حتى في ما يستقبل من عمره. المناهج مفصومة تماما عن الحياة الاقتصادية للبلد، فنجد أن التركيز يتم على معارف منفصمة عن الواقع ومنفصمة عن الكفايات العملية والمهارات الحياة الأساسية التي سيتعرض لها التلميذ في حياته العامة. ثم هنالك يجب التركيز على الكفايات العملية، وهذا ما ركزت عليه المقاربة الأخيرة في برامجنا، لكن بقي ناقصا، لأن الكفايات العملية ليست فقط نظرية، لا بد لها من تجسيد في عالم الواقع، وخاصة ربط الجوانب النظرية بالتطبيقات الميدانية.